دكتور حامد جو يونغ وداعي يبرا جامعة ديت وحو وحكا قيب تبرشاد علوم إسلامك يلو قد عربيقا اي جامعة دا كونفور كوريا وحو علوم تدينيق احكا صوبرتي جامعة دا مدينة اي دالك سعوديقا يو ام درمان او كتال السودان هالكاسي او كسو بلابي سفر كيسا في دين تدينتا ماركي او ديب او لابتاي دالكيسا او مسلمين تكونو لغو قدر وحكا ير ابر دبيع سدح بقول كيبا وحو اسكو داية ان او دادكيسا او شرحو قيمها اي قروح دا اي لادا هاي دين تا اسلامكا بالسو وحا كهري من عقبات دان كاللو قد عربيقا اه وحا دادكا اد او اتكاتاي برشاد دين تا وحو سبلابي ان او حال او هلو مشكلة داسي كدواد مدد تدبا سانا اه او او كو هولانا وحو قدان بينتي كو قوليستي ان قرآن كا كريم كا او كو قرو لو قد كوريان كا وحاي تاسيكا دكتاي قفكي اوغو هرريي اي كسو جيدا غعان كا كوريا اي كلام كا اللي كو قرا لو قد كوريا وحو سيدو كلا لو قد داسي كو قري كتاب كا احاديس تصوبانا هين نحريسي نبدغليو كوركي سا اهاتي لغو اروريي اي صحيح البخاري iyo cilmi baarisiya laga sameeyay islaamka iyo tirarkiisa shanta ah dr Xamid Joyong waxa uu ka mid yahay ku dhawaad 200 oo kun oo muslimiin ah oo ku nool dalka Kuuriyada Koonfureed kuwaasi oo qaybtooda yihiin muhaajiriin ka tagay dalalka Turkiga Pakistan iyo Uzbekistan